النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن القطاع الصناعي في مملكة البحرين يشهد تطورا ملحوظا ويؤدي دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، منوها بأهمية تعزيز الشراكة وأطر التعاون مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات العالمية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى مصنع الشركة العالمية للهندسة الكهربائية بمدينة سلمان الصناعية. وأشاد الوزير بما يقدمه المصنع من خدمات وحلول تكنولوجية متطورة تدعم تطوير قطاع الصناعة بما يرفع من تنافسية مملكة البحرين. ويختص هذا المصنع في تصنيع وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية كأنظمة الحرائق عالية الجودة وأنظمة التحكم المنزلية وتصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات التوصيلية والاتصالات لعملائه وتصميم وبناء مراكز البيانات وغرف الحاسوب وغيرها من الأنظمة والحلول التكنولوجية. أكد الجهاز الوطني للإيرادات أن عدد المسجلين في القيمة المضافة قد بلغ حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023 أكثر من 23,200 منشأة، داعيا ممارسي الأنشطة التجارية الاقتصادية من منشآت أو أفراد إلى ضرورة التسجيل لدى الجهاز. وأضاف الجهاز أن التسجيل المطلوب يطبق على المنشآت والأفراد ممن تجاوز توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي بالغ 37,500 دينار بحريني خلال أي شهر من 12 شهرا السابقة، أو من المتوقع أن تتجاوز الحد خلال أي شهر من 12 شهرا المقبلة. وأوضح الجهاز أن النشاط الاقتصادي هو كل نشاط يمارس بشكل مستمر ومنتظم بهدف تحقيق الربح، ويشمل ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو أي استعمال للممتلكات المادية أو غير المادية وأي نشاط مماثل آخر. هذا ويعتبر عدم التسجيل للقيمة المضافة حالة من حالات التهرب الضريبي، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تعادل 3 أمثال القيمة المضافة المستحقة في مواجهة الشخص الطبيعي، وقد تصل إلى غرامة تعادل 6 أمثال القيمة المضافة المستحقة في مواجهة الشخص الاعتباري وفقا لقانون القيمة المضافة. هذا ودعا الجهاز الوطني للإيرادات كافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر 2023، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. التفاصيل في التقرير التالي.
والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.